السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى قضية رأي عام جديدة سنتعرف عليها بعد أن نذهب إلى أبرز العناوين التي تصدرت صحف اليوم. نتابع في عناوين صحف اليوم. محليا بالراية، الفريق حسم أمره ولحق بالشمال في دور النجوم، قفزة تاريخية للشحانية. سعد الكعبي كتب في الشرق، اتحاد الكرة قتل الدوري. مجدي إدريس كتب في العرب، الإخوية في طريقه للتربع على عرش الكرة القطرية. في الوطن، القانون الجديد تحت المجهر، انتقال اللاعبين فوق 21 هل يخدم الدوري؟ ماجد الخليفي يتساءل في استاد الدوحة، لماذا بالماضي؟ عربيا، في الوطن الكويتية، أمير البلاد استقبل رئيس اللجنة الأولمبية الدولية باخ، نراقب الوضع في الكويت ويهمني ضمان استقلالية الحركة الأولمبية. في الراية الكويتية، اتحاد القدم يغازل العربي. في عمان العمانية، مناقشات وتساؤلات وانسحابات في عمومية اتحاد الكرة. في المدى العراقية، رئيس نادي الطلبة الأسبق عبد السلام الكعود، العداء أصبح مستفحلا في اتحاد الكرة والحكومة صبرت كثيرا عليه. في الدستور الأردنية، المنتخب يواجه نظيره الكولومبي وديا في الأرجنتين. في الصحافة التونسية، جورج ليكنز، الجريء نجح بإقناعي ومؤهلاتي تسمح لي بإنجاز مشروع جيد في تونس. في الخليج الإماراتية، الإمبراطور إلى أين؟ في الرياض السعودية، الهلال يتقدم بشكوى إلى الانضباط والنصر يرد بالمثل وحرب البيانات تغطي على أحداث حسم بطولة الدوري. الحميداني، تبريرات فيصل بن تركي مضحكة وفريقه شرب من كأس الأفلام الهندية كثيرا. في الشروق الجزائرية، مصطفى بيراف رئيس اللجنة الأولمبية، كرمنا ماجر لأنه الأفضل وعلى بلومي أن يتذكر دوري في حل قضيته مع المصريين. في الجمهورية المصرية، الجبلاية تمنح لجنة الأندية حق تقرير المصير. في الأيام البحرينية، مع اقتراب سباق الفورمولا 1 تصاعد الإثارة في حلبة البحرين الدولية. عالميا، في ماركا الإسبانية، زعامة أتلتيكو ونفاق بوسكيتس ويد نيمار. في جازيتا الإيطالية، روما يكسب ويوفنتوس يخسر أمام نابولي. بوفون، السباق حول درع الدوري ما زال مستمرا. في الصن البريطانية، ستيرلينج، ليفربول يستحق صدارة البريمير ليج. إذن كأس آسيا 2015، مجموعات قوية والعرب في مواجهات قاسية، هو عنوان قضية اليوم في ضوء القرعة التي أجريت في سيدني الأسبوع الماضي، قضية سنطرح خلالها سلسلة من الأسئلة حول حظوظ المنتخبات العربية في هذه البطولة. ضربة البداية ورئيس تحرير البرنامج باسم الرواس، نستقبل بعدها ضيوفنا. ليس بالعدد فقط تتحقق الأماني، 8 منتخبات عربية الهوية من أصل 16 حصلت على تأشيرة أستراليا 2015، وقد يصبح العدد نصف زائد واحد إذا ما بلغ المنتخب الفلسطيني النهائيات أيضا من بوابة كأس التحدي الآسيوي. القرعة لم تبتسم للعرب في سيدني، لكنها لم تكشر عن أنيابها أيضا، هي جاءت متوازنة إلى حد ما باستثناء المجموعة الأولى التي أوقعت منتخبي الكويت وعمان بين فكي كماشة أستراليا صاحبة الضيافة والنمور الكورية الجنوبية. المجموعة الثانية وضعت الأخضر السعودي في أفضل الظروف، فهي ضمته إلى جانب أوزبكستان أضعف منتخبات المستوى الأول والصين العادية جدا وكوريا الشمالية المتواضعة. المجموعة الثالثة طاحنة خليجيا، العنابي والأبيض والأحمر البحريني وجها لوجه، والمنتخب الإيراني قد يكون المستفيد الأول أو المتضرر الأكبر. المجموعة الرابعة يتزعمها الساموراي حامل اللقب، بعيدا عن المركز الأول المضمون عمليا لليابان، سيتصارع بالمنطق أسود الرافدين والنشامة على البطاقة الثانية، على اعتبار أن حامل لقب كأس التحدي الآسيوي المجهول إلى الآن لن يكون عائقا إلا إذا كان من نصيب المنتخب الفلسطيني الملقب بالفدائي، وهو وصف يعبر عن نفسه، فلننتظر لنرى.
إذن حلقتنا اليوم مقسمة إلى جزئين، سنناقش في الجزء الأول مجموعتين الأولى والثانية، حيث سنستقبل في الجزء الأول الأستاذ جمال القاسمي الصحفي بجريدة أستاذ الدوحة، ومن الكويت الأستاذ سطام السهلي رئيس القسم الرياضي بجريدة السياسة الكويتية، ومن القاهرة الأستاذ عصام سالم الإعلامي الرياضي الخبير في الشؤون الأسيوية. أما في الجزء الثاني فسنستقبل الأستاذ مرشد الشعر الكاتب والناقد الرياضي والكابتن معد إبراهيم المدرب الوطني العراقي، كما ستتضمن الحلقة اتصالات مع إعلاميين عرب. أنتم أيضا مشاهدينا ستكون الفرصة متاحة لكم المشاركة في الحلقة والإجابة على سؤال الاستفتاء المطروح على الموقع الإلكتروني: ما هي احتمالات فوز منتخب عربي بلقب كأس آسيا 2015؟ ممكنة 57%، صعبة 28%، مستحيلة 15%. النسبة هذه إلى الآن، أكيد التصويت وزيارة موقع الكاس الكاس.net إلى نهاية الحلقة بالتأكيد. أرحب بضيوفي مجددا في الجزء الأول من هذه الحلقة، نتكلم عن المجموعة الأولى. أستاذ جمال، سعيد جدا بلقائك اليوم. نتحدث عن المجموعة الأولى، مجموعة نقول حديدية موت صعبة، إيش تطلق عليها بالتحديد؟ عمان والكويت موجودين أكيد مع أستراليا وكوريا الجنوبية. مساء الخير ياسم، مساء الخير الزملاء عصام سالم وايضا سطام السهلي. دائما احنا نرجع ونعود في نفس النقطه، يعني في كل مره وفي كل مناسبه دائما احنا نقول احنا الاضعف، احنا الطرف الاضعف، دائما احنا اللي نخاف، مش المنتخبات الاخرى اللي تخاف منه، يعني زي اليابان، زي استراليا، زي يعني كوريا الجنوبيه. جمال، هذه مو بحقيقه، شوف خلينا واقعيين. الواقع احنا لا نعمل في المسار الصحيح جاسم. العمل الاحترافي، احنا نملك الامكانيات، نملك القدرات، لكن احنا للاسف الشديد ما نملك الرؤيه الواضحه، ما نملك الرؤيه الصريحه، ما نملك الثقه بالنفس، ما نملك العمل المنهجي الممنهج العلمي بشكل سليم. احنا لو عملنا خلال 10 سنوات ماضيه احنا ممكن نوصل حاليا في مرحله من افضل من احنا كل دول الخليج. خلينا نخصصها بكل دول الخليج، لان دول الخليج هي اللي تملك الامكانيات اللي ممكن تملكها اليابان وايضا كوريا الجنوبيه وحتى استراليا. احنا مش اقل من كوريا الجنوبيه ومش اقل من اليابان ومش اقل من استراليا، بس اهم حاجه احنا يكون عندنا رؤيه مستقبليه. مش اقل من اي ناحيه؟ ماديا تقصد؟ ماديا طبعا، وحتى على مستوى الكفاءات جاسم، حتى على مستوى الكفاءات. احنا خليني اضرب لكم بشريا هم اكثر. خليني اضرب لكم مثال بسيط بعلي الحبسي. علي الحبسي ترى على فكره ما يفرق على كثير من اللاعبين الخليجيين، ما يفرق عن محمد دعيع، ما يفرق عن علي خصيف.